حضرتك أعزائي المشاهدين ومتابعين لموقع أبو كبير ميديا، أهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد هنا في المعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوان. نرصد لحضراتكم استطلاع شهر شعبان وسط الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن أولى أيام شهر شعبان لعام 2023. كل عام وحضراتكم بألف خير. هنعرف مع دكتور أمير دلوقتي طبعا أهم الاستطلاعات. بعد لحظة الغروب ننظر وكيفية عمل الاستطلاع اليوم من مرصد القومي للبحوث الفلكية بحلوان. أنا مدى الرؤية جيدا، يعني إيه من الممكن أن يرى الهلال، ولكن بناء على المنظر الذي نراه هناك ملوثات جوية جهة الغرب، فهنا يصعب رؤية الهلال في هذا المكان. لكن طبعا هناك أماكن أخرى نعم تستطلع الهلال، هناك في أسوان وفي قنا وفي سوهاج وفي مرسى مطروح وفي الفيوم. هناك لجان كثيرة من دكاترة وأساتذة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مع إخواننا من دار الإفتاء المصرية، وكل يبلغ دار الإفتاء بما رأى. لكن كما قلنا نحن الآن نرى الشمس على وشك الغروب، ولكن أنا أرى أن الأفق الآن الرؤية فيه صعبة، فيصعب رؤية الهلال من هنا من حلوان، لأن كما نرى هناك يعني ملوثات جهة الغرب. فإن شاء الله يعني تكون الأماكن الأخرى في أسوان أو الفيوم أو الأماكن الأخرى تكون يعني يكون مدى الرؤية وتكون يعني الرؤية أفضل من هذا المكان. فالمتوقع أن يرى الهلال، لأن فترة المكث فترة معقولة من 16 إلى 18 دقيقة، علما بأنه فترة مكث الهلال في بعض البلاد العربية خصوصا في مدينة فاس بالمغرب سوف تكون في حدود بالمغرب العربي سوف تكون في حدود 25 دقيقة. فإذا يعني إن شاء الله يعني طبعا، لكن الذي يعلن بداية الشهر هو علمية يأخذ بالرؤية البصرية فقط أو يأخذ بالرؤية العلمية أو يأخذ بكليهما، فهذا قراره. أما نحن فجهات علمية معاونة استشارية لفضيلة المفتي. في وقت محدد لعملية الرصد واستطلاع الهلال، ولا إحنا مع غروب الشمس بنبدأ نستطلع؟ إحنا طبعا نحن نعلم جيدا يعني مكان الهلال، يمين الشمس أو شمال الشمس أو ما إلى ذلك، ونعلم تماما فترة المكث، لأن الحسابات العلمية حسابات دقيقة وليست حسابات ظنية. في السابق في صدر الإسلام كانت الحسابات العلمية ضعيفة ولم تكن الأمة تحسب أو تكتب، فكانت الحسابات العلمية لا يعتد بها لأنها ضعيفة ولم يكن في الأمة من يحسب للهلال. أما الآن فالحسابات العلمية متقدمة ودقيقة، بدليل أننا نحسب الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية بجزء من الثانية، وكل يرى بداية الكسوف الشمسي ونهاية الكسوف وقمة الكسوف وبداية الخسوف القمري وقمة الخسوف القمري ونهاية الخسوف بدقة شديدة. إذن الحسابات العلمية الآن حسابات قطعية وليست ظنية. في السابق كانت الحسابات العلمية ظنية، ولهذا كان في السابق في صدر الإسلام كان تقدم الرؤية البصرية على الرؤية العلمية، لم يكن عندنا حاسبين. أما الآن فالحسابات العلمية تقدم على الرؤية البصرية، لأنه كما نرى في أغلب المدن حتى التي ليس فيها مصانع يعني مع الرياح وما إلى ذلك والأتربة تكون الرؤية صعبة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى الحسابات العلمية، يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فقدروا له. من الذي يقدر؟ أهل الحساب. طبعا هناك أحاديث أخرى تقول بالرؤية البصرية: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فأتموا، وهكذا. لكن يعني الإغمام ووجود موانع للرؤية دي في حالة عدم وجود حسابات قطعية. أما الآن
فالأفضل أن تقدم الحسابات القطعية وليست الظنية على الرؤية البصرية، لأن الرؤية البصرية كما نرى يعني إيه تشوبها شوائب كثيرة. هل غربت الشمس كده؟ الشمس غربت؟ آه، سؤال وجيه، سؤال جميل. نحن نرى أن الملوثات الجوية حجبت الشمس، التي يعني إضاءة الشمس أكبر من إضاءة القمر بمليون مرة، أكبر من إضاءة الهلال بمليون مرة تقريبا، ومع ذلك فالملوثات الجوية حجبت الشمس الذي ضوءه أكبر من إضاءة الهلال بحوالي مليون مرة. فما بالنا بالهلال الرفيع الضعيف، كيف يرى في مثل هذه الأمور؟ طبعا هناك صعوبة شديدة في أن يرى الهلال في مثل هذه الظروف، تمام؟ ولهذا قلنا يجب أن نقدم الحسابات العلمية أو الرؤية العلمية على الرؤية البصرية لدقة الحسابات العلمية، لأن الحسابات العلمية الآن قطعية وليست ظنية. كلام واضح؟ كلام واضح. جزاكم. هل العوامل البشرية؟ طبعا اذا كانت البشريه في هذه المنطقه بالتحديد مرصد حلوان، يعني احنا شايفين ان السكن حقيقه الامر اني اغلب المدن فيها نشاط بشري، والنشاط البشري فيه ملوثات جويه، ملوثات يعني نتيجه للنشاط البشري، عربات وما الى ذلك، كل هذه لها عوادم. وربما بيكون العائق ظواهر طبيعيه زي احنا شايفين دلوقتي الجو مغمم والدنيا. هناك بعض السحب الخفيفه، فعلا بعض الغيوم في جهه الغرب، فهي ايضا تعيق الرؤيه. يعني مشاهدينا ومتابعينا كيف رايكم في قناه القاهره 24؟ لسه مكملين مع حضراتكم، طبعا احنا دلوقتي موجودين مع مشاهدينا ابو كبير ميديا في كل مكان. زي ما حضراتكم شفتوا كده، يعني كنا مع دكتور امير اللي كان اطلعنا على بعض الاستطلاعات، بعض امور الاستطلاع اليوم لشهر شعبان، طبعا من معهد القومي للبحوث الفلكيه بحلوان. نرصد المفروض من المفترض ان هو نرصد اليوم يعني استطلاع شهر شعبان وسط الكثير من الأشخاص الذين ينتظرون ويبحثون عن أولى أيام شعبان لطبعا لسهولة تحديد أيام رمضان. كل عام وحضراتكم طيبين. طبعا في هذا الموضوع تابعا سيبدأ شهر شعبان، بما أن هذا الشهر من الشهور المباركة الذي والتي يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. ومن المفترض أن الاستطلاع في منطقة عليا طبعا لسهولة الاستطلاع، أو من منطقة عليا أو أكبر من المناطق العليا في مصر، وأبرزها طبعا هضبة المقطم ومرصد حلوان المعروف، حتى يتمكنوا العلماء الفلك من تحديد استطلاع الهلال وإعلان غرة شهر شعبان على جميع المواطنين. طبعا من قبل دار الإفتاء المصرية، كل عام وحضراتكم جميعا وجميع المسلمين والمصريين بخير وبسعادة. طبعا أوقات الاستطلاع زي ما حضراتكم شايفين بيكون بالقرب من توقيت المغرب، تمام الساعة 5:30 مساء، في آخر أيام رجب، الموافق يوم 29 رجب آخر أيام لهذا الشهر، وقبل أن يولد شهر شعبان طبعا زي ما حضراتكم عارفين بتحديد شهر شعبان. كل عام وحضراتكم طيبين. ده كان اللايف بتاعنا اليوم من مرصد حلوان والمعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي صعب من قبل علماء الفلك والدكتور أمير من صعوبته في تحديد طبعا كل أيام شهر شعبان من وجود الكثير من التلوث في الهواء والغيوم
والعوامل البيئة والطبيعة أيضا التي طبعا ساهمت في صعوبة تحديد غرة شعبان. ولكن لا يمكننا في تلك هذه الأيام إلا أن ندعو ونكثر من الكثير من الدعاء. هنشوفه مع الدكتور أمير. ترقب في فترة ترقب الهلال، لكن كما قلنا يعني نحن نرى الآن أن الأفق يعني الأفق غير جيد للرؤية، وبالتالي يعني يصعب رؤية الهلال. نحن الآن في انتظار الرؤية، ربما تنقشع هذه السحب الصناعية لأن هذه ملوثات. وإن كان في بعض السحب كان عن مدى الرؤية، لكن ما نراه الآن في الأفق الحقيقي هذه ملوثات جوية. عوامل التلوث والبيئه نعم. اللي بيحصل من جانب قلنا ان هناك لجان علميه كثيره في مناطق اخرى نعم تستطيع الهلال لعل وعسى يعني ان تكون هناك محافظه او افق نظيف يخلو من الملوثات الطبيعيه او لكن في منطقتنا نحن الان يعني من الصعوبه نحن ما زلنا يعني هناك فترة المكث في القاهرة في المنطقة التي نحن فيها الآن فترة المكث 17 دقيقة ومرة دقيقتان مثلا فربما تنقشع بداية الشهر. نحن جهة علمية صفة نعم يعني الشمس احنا مش شايفينها موجودة ولا هي الشمس الآن نحن الآن بعد غروب الشمس الآن غربت الشمس الآن غربت الشمس المفروض لحظة يعني رؤية أي هلال لحظة الغروب على طول. لا بعد لحظة الغروب حسب ارتفاع الهلال وحسب فترة مكث الهلال يعني لما لحظة الغروب لما يكون الهلال مرتفع يعني 4 درجات مثلا أو ما إلى ذلك يكون فوق الأفق يعني كلما ابتعدنا عن لحظة عن مستوى الأفق نفسه كلما كانت فترة الرؤية أفضل. لكن كلما نزل الهلال ونتيجة لحركة القمر طبعا وحركة الأرض يعني عندما يكون قريبا من الأفق من الهوريزون تماما تكون هناك صعوبة. طب هل الزلازل اللي احنا شايفينها دي هتأثر على رؤية الهلال؟ لا الزلازل لا دخل لها برؤية الهلال. قلنا يعني طب يعني حضرتك نحن هنا في الأرض الزلازل لكن القمر لسه دخل لا 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 مكان الأرض لا 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 وكلهم في فلك يسبحون الأرض لها مدار محدد تسبح فيه والقمر له مدار محدد يسبح فيه ولو تحركت الأرض من مدارها أو تحرك القمر من مدارها لا كان فهذه الساعة الكبرى أو الزلزال الكبير لأن الزلازل مستويات والله تبارك وتعالى يرسل لنا هذه الزلازل لننبهنا ليوم الزلزال الكبير الزلزال العظيم. وإذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس فشوية الزلازل دول يعني لا يذكروا يعني بالنسبة للزلزال إيه الزلزال يوم الساعة الزلزال الكبير مش كده فنسأل الله يعني في وقت الانتظار ده يمكن تكلمنا تقول لنا يعني هل يعني في ناس كلمت قالت ان هو حست بزلزال هل يعني هو انت قلت لنا قبل التسجيل ان يوميا بيبقى في زلازل لكن بتختلف درجته. والله يا اخي حقيقة الامر انا استاذ شمس استاذ قمر انا استاذ مواقيت صلاة متخصص فيسأل فيها المتخصصون لكن طبعا في معلومات عامة المعلومات العامة طبعا كل يوم تحدث زلازل بنسب وبدرجات وبقدر معين لكن لا نحس بها إلا إذا وصلت إلى حد معين كما يقول علماء الزلازل إخواننا الدكاترة في قسم الزلازل يعني إذا كان عند قريبا من 4.5 5.5 نبدأ نحس به لكن في زلازل نحن لا نحس بها تحس بها الأجهزة ولو كنتم في حاجة إلى مزيد من المعلومات فعندنا زمايلنا أساتذتنا متخصصين في قسم الزلازل يعني يستفيضون في هذا في هذا المجال أما أنا فمتخصص في الشمس والقمر ومواقيت الصلاة. شكرا يا دكتور شكرا. زي ما حضراتكم شفتوا كده يعني كنا من في معهد القومي للبحوث الفلكية بمرصد بحلوان منطقة حلوان لاستطلاع رؤية هلال شهر شعبان
الذي طبعا كان من صعوبة الرؤية رؤية الهلال بسبب غيوم الهواء وتلوث الهواء الذي طبعا كان يؤثر بشكل كبير على الهلال ورؤيته. طبعا يحدث اقتران في تمام الساعة 9:07 طبعا صباحا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وذلك يوم 2/29 الموافق طبعا من 22 فبراير. كنا معاكم من مرصد حلوان لاستطلاع رؤية هلال شهر شعبان، ومن المفترض بعد ذلك شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان، كل عام حضراتكم طيبين وبألف صحة. نشكر حضراتكم على حسن المتابعة وشكرا لكم، إلى اللقاء في بث مباشر جديد.